وفي سياق منفصل، وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عيدروس الزبيدي حكومة المناصفة بسرعة إنجاز مصفوفة المشاريع المتعلقة بالاحتياجات والأولويات العاجلة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة لاستيعاب التعهدات المقدمة من قبل السعودية ودولة الإمارات. وشدد الزبيدي خلال ترأسه اجتماعا ضم رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس في قصر المعاشيق على ضرورة إعداد مصفوفة المشاريع وفقا للأولويات العاجلة لتنمية العاصمة عدن واستعادة الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية سبل المعيشة والتعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار.